السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم سوف نشاهد كيف تتم برمجة ESP32 كام عن طريق الأردوينو. إذا عندنا سكيماتيك دايجرام، عندنا من هذا الطرف أردوينو أونو، وعندنا هذا الـ ESP32 كام موديول. إذا أول شيء نقوم بتوصيل الجراوند باللون الأسود، وبعدها الخمسة فولت على خمسة فولت للأردوينو. نعمل جامبر واير ما بين الجراوند والريست في الأردوينو. بعدها نقوم بتوصيل الـ RX من الـ Arduino على الـ RX الـ ESP32، بعدها الـ TX اللون الأصفر على TX في الـ ESP32 كام. إذا المكتوب هو UOT والـ RX مكتوب UOR. بعدها نعمل جامبر واير ما بين الـ Ground والـ GPIO 0 أثناء البرمجة. بعد ما نعمل البرمجة نقوم بإزالة هذا الجامبر واير. بعدها نفتح متصفح Arduino IDE، نختار أول شيء نختار ESP32 Rover Module، بعدها نروح Examples، ننزل تحت ESP32 كاميرا ونفتح كاميرا ويب سيرفر. إذن يفتح لي البروجرام بهذه الطريقة. طبعا هو بروجرام طويل جدا ومتطور، إذا هذا من البرامج المتطورة. حتى لو تلاحظ فيه أكثر من فايل، من هذا الفايل الأول، بعد عندنا الـ App HTTP، عندنا الـ Index، عندنا الـ Camera Panes. إذا في أشياء كثيرة من مايكرو بايثون وأشياء متطورة كثيرة. الشيء الوحيد الذي يمكنك تغييره في هذا البروجرام، هذا الثلاث أشياء عفوا. إذا أول شيء يجب عليك أن اختيار نوعية الموديل كاميرا، غالبا هي باي ديفولت تأتي هذا أول واحد، لكننا نحن نختار غالبا المتواجدة المتداولة هي هذه ال ثينكر اي اي ثينكر. إذا نعمل لها كومنت، وبطبيعة الحال نعمل كومنت للأولى لأنها لا نقوم باستخدامها. إذا فقط تقوم بعمل كومنت او تعمل كومنت او تعمل اثنين سلاش باك بهذه الطريقة، ونعرف الموديل الموجود عندنا. بعدها نقوم بادخال الكريدنشلز او الاس اس تي اس اس اي دي اللي هو الواي فاي، اسم شبكة الواي فاي، وبعدها نحط الباسورد. اذا هذا فقط. بعدها نعمل كومبايل ونقوم بارسال البروجرام. الآن تشاهدون التوصيلات التي قمنا بها. عندنا هذا الخط الأخضر ما بين الجراوند والريسيت في الأردوينو أونو، وعندنا الجراوند باللون البني يروح على الجراوند في الـ ESP32، وباللون الأحمر 5 فولت يذهب إلى 5 فولت في الـ ESP32 باللون الأحمر. طبعا هذا الجامبر واير نعمله بين الجراوند و جي بي أي 0. إذا رقم 3 ورقم 4 جرام، وعندنا الـ RX باللون البرتقالي والـ TX باللون الأصفر. قوم بتوصيل من الكمبيوتر. طبعا هناك بعض السيت اب تقوم فيه لما تختار الـ ESP32 Rover Module. نختار هذا البورد، بعدها عندنا السبيد 115200، وعندنا فلاش فريكونسي اختار 40 هرتز 40 ميجا هرتز، وعندنا الفلاش مود اختار اول واحد كيو اي او، وعندنا بارتيشن سكيما نختار هيوج اب، بعد هذا النان كول ديباج نان، بعدها نختار كومبورت. طبعا انا اطلع لي الكومبورت فايل، يمكن مختلف بالنسبه لك. وبعد ان ايضا هذا مهم جدا بروجرامر، نختار اول واحد اي بي ار اي اس بي. اذا هذا السيت اب ضروري تعمله مثل ما هو. الان نقوم بتحميل البروجرام. طبعا لان الكود طويل ممكن ياخذ شويه وقت اطول، وإذا ما تحمل معك الكود
فورا ما عليك إلا الضغط على هذا الزر اللي هو فلاش. إذا done uploading، الآن نقوم بنزع الجامبر واير ما بين الجراوند والجي بي أي زيرو، بعدها نفتح السيريال مونيتور، نتأكد أنه نفس السيريال بورت 115200 بودرات، نختارها من هنا، بعدها نعمل ريسيت. إذا الآن تعطيني الـ IP address اللي هي 192.168.1.107، نعمل كوبي لهذا الـ IP address ونفتح براوزر. إذا الآن تظهر لي هذه الشاشة، هذه الصفحة بهذه الطريقة لأنها معمولة من داخل البروجرام. الآن نعمل ننزل تحت نعمل إذا ننزل تحت نعمل ستارت شيء. الآن تشاهدون تظهر الكاميرا، طبعا هناك أشياء يمكن أن تعملها، مثلا فيس ديتكشن، فيس ريكوجنيشن مثلا يمكنك تفعيلها، ايضا يمكنك مثلا بعد السيت اب، ايضا حجم الكاميرا مثلا اصغر اكبر، احيانا تكون إذا هذه الأشياء يمكنك التعرف عليها كلها من خلال هذا المتصفح. طبعا هنا يكتب لك not secure لأنك تستخدم الـ IP address، وهذه أيضا تشتغل بقى فقط local، يعني نفس الكمبيوتر يكون مع نفس شبكة الواي فاي المشبوك عليها بي اس بي 32. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقات قادمة.